السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. كيف حالكم؟ كيف حالكم جميعا؟ هذا له كتاب، سننحو منا أقلام تاع ريهام هذوما هذا باش تشوفوا الكتاب من تحت. هذا كتاب اللغة الفرنسية الثانية متوسط، راح نكتشفوه مع بعض. راح نكتشفوا هذا الكتاب مع بعض. شوفوا، ديروا لايكات من فضلكم باش يمشي الفيديو. يلا ديروا لي لايكات من فضلكم باش اليوتيوب يعني باش يلحق الاشعار للمشتركين. عليها يقولوا لي بعض المشتركين، يقولوا لي وعلاش ما مش لحقنا الاشعار. شوفوا قد ما راكم تديروا لايك، شوفوا قد ما راهم يطلعوا المشتركين في اللايف، راهم يدخلوا لللايف. يلا طلعوا لي اللايكات باش يدخلوا، باش يلحق الاشعار في حسابات المشتركين ويعرفوا بلي كاينه لايف ويدخلوا. اللايف تاع اليوم مهم جدا، في كل مره ندير لكم كتاب جديد، في كل مرة بإذن الله نديرو كتاب جديد. يلا نستناو قبل يدخلوا بعض المشتركين ونشوفوا كتاب اللغة الفرنسية. شوفوا معايا قبل ما نروحوا إلى كتاب اللغة الفرنسية، كالعادة عندنا قناة ندعموها اليوم. هنا كما راكم تشوفوا رانا في قناة تعليمكم، كما قلت لكم هذا راهو حساب ابني. واش ديروا نتوما؟ ها هو اللايف، كلكم راكم هنايا. ها هو اللايف، كلكم راكم. هذه راهي الرسائل تاعكم، راكم تشوفوا الرسائل تاعكم، راكم تشوفوا الرسائل. ها هي الرسائل. اذكري اسمي، شكون؟ منى عيساوي. هاني ذكرت اسمك يا منى. نور الهدى، انا ايضا اشتقت اليكم. اقرأي تعليقي. زينو تير، أنا قريت تعليقك. ريتا بيلا، بونسوار مدام، بونسوار ريتا، وعليكم السلام يا كريمة. راكم تشوفوا التعليقات ديالكم. أغلقوا التعليقات الآن، نروحوا قبل ندعموا قناة. كما قلت لكم كيما راني ندعم القنوات، قنوات أخرى راهي تدعمني، تدعمنا وإذا دعمت قناة تعليمكم معناها دعمتكم أنتم أيضا. ضغطوا منا بهذا الشكل هكذا. من بعد واش ديروا؟ صندوق الوصف. ها هو صندوق الوصف، راح تلقاو الرابط، تضغطوا على الرابط وديروا اشتراك لهذه القناة. هنايا ديروا سابوني، يعني لاحظوا اسم القناة نقطة، نقطة يعني حرفيا نقطة. ديروا سابوني هكذا وفعلوا الجرس بهذا الشكل، وروحوا الى فيديوهات تاعها. شوفوا الفيديوهات تاعها رائعه. وعلاش رائعه؟ لانه اي واحد فينا ممكن انه يقابله مشكل في الايباد تاعو ولا في الهاتف تاعو، ولا يدخل له فيروس، ولا مثلا عنده مشكل في الصوت، الصوت تاع الهاتف تاعو ضعيف، الصوت تاع الهاتف تاعو ما حبش يمشي له، يجي لهذه القناه راح يلقى الحل. مفهوم؟ راح يلقى الحل، لانه هنا راهو يعرض أو يعرض حلول لعدة مشاكل. مثلا هنا طريقة حل مشكل شبكة الأيباد، اللي ما يقدرش يحكم الويفي بالأيباد ديالو والآيفون. من هنا تدخلوا إلى وهنايا حيوري لكم طريقة حل المشكل. مفهوم؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ جميل جدا، قناة رائعة. نحب ان القنوات اللي يعني اللي تمد حلول المشاكل اللي ممكن انه الواحد يصادفها يوميا. ما تنساوش الاشتراك، ما تنساوش ايضا ديروا جيم، وما تنساوش ايضا ديروا تعليق. حنعلق بحساب رشدي هنايا ونقول لكم سلام سلام. هكذا ادخلوا و وعلقوا وديروا اشتراك لهذه القناة. يلا نروحوا الآن إلى موضوعنا، نعاود نحي الزوم هذا ونروحوا إلى موضوعنا، كتاب اللغة الفرنسية. كاين بزاف أسئلة لحقتني، قالوا لي أستاذة هل رايحين يغيروا الكتب؟ أنا نقول لكم باللي يعني أستبعد جدا، 99.99% يبقى دائما الشك واردة، لكن أستبعد جدا جدا انهم يغيروا الكتب. لماذا؟ نقول لكم لماذا.
شكرا يا سعيد. قال لي نحن العسل، واش قال لي؟ أنت العسل ونحن البصل. شكرا. شكرا لكم سعدين، سعيد سعدون، بارك الله فيكم. والله حتى أنتم العسل، إلا كنت أنا العسل أنتم النحل. بارك الله فيكم. إذا كنت نقول أنه من المستحيل جدا أنهم يغيروا الكتب. لماذا؟ لأسباب عدة. أولا الجيل الثاني مازال ما دارش الدورة تاعو، معناها اللي بداو الجيل الثاني مازالهم في المتوسط، اللي هما أنتوما، مفهوم؟ اللي هما أنتوما، يعني مازال ما يعني الجيل الثاني باش يقدروا يحكموا عليه أنه فاشل ولا ناجح لازم عدة سنوات باش يخموا أنهم يغيروه. هذه أولا. ثانيا باش يقدروا يغيروا، باش يغيروا كتب لازم وقت باش يعاودوا يكتبوا المنهاج ويخدموا له كتب ويطبعوها، يعني لازم وقت كبير. هذه ثانيا. ثالثا الوزير الجديد ما عندوش شهر من اللي، ما عندوش اسبوع، اسبوع من اللي عينوه الوزير الجديد باش يدي قرار انه يغير المنهاج. ممكن يكون تخفيف، بعض الدروس يحذفوها، ممكن يكون تخفيف، ممكن يضيفوا درس، ينحوا درس، لكن باش ينحوا الجيل الثاني كامل ويبدلوا كل الكتب صعب جدا، مفهوم؟ صعب جدا جدا. يلا نروح الآن إلى محتوى الكتاب باللغة الفرنسية. شوفوا كتاب اللغة الفرنسية فيه نصوص رائعة، لأنه فيه قصص روايات. عندنا شوفوا وش عندكم، وش لازم تكونوا تعرفوا، وش لازم تكونوا تعرفوا، وكان حاجات تكونوا تعرفوها من السنوات الماضية. هذه مثلا، استنى عندي قلم، هذه مثلا لا فامي دي مو، هذه تعرفوها من سنوات ماضية. ومن بعد نفهمكم على هذه لي فورمول دوفيرتور دان كونت، لي فورمول دوفيرتور دان كونت. كيما باغ اكزومبل كي تروحوا تقراوا قصه تقولوا كان يا ما كان في قديم الزمان، هذه هي لا فورمول دوفيرتور دان كونت، معناها عباره افتتاحيه لقصه. يحكى ايضا سي اون فورمول دوفيرتور دان كونت، مفهوم؟ هادو هما لازم تكونوا تعرفوهم، سهلين جدا وشيقه. il était une fois d'accord. دونك كيما هكذايا من هذه الطريقة. لا فامي ديمو المفروض تكونوا تعرفوها من السنوات الماضية. لي كومبليمون سيركونستانسيال من السنة، تقريبا من السنة الرابعة وانتم تقراو فيها. لي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون دو ليو دو مانيير، يعني سهلة، حتجيكم سهلة. لامبارفي، لامبارفي المفروض تقراوها في سنة خمسة، ما على باليش ولا قريتوها ولا ما قريتوهاش مع الكورونا، كنتو سنة خمسة. لامبارفي دو لانديكاتيف، وعندنا لامبارفي دو لانديكاتيف دي فيرب اللي يخلصوا يعني خاصه، بيخلصوا سي او ار و جي او ار و ايغريك او ار و اي او ار داكور. لامبارفي، لامبارفي معناتها التصريف. لامبارفي كيما لو بريزون دو لانديكاتيف، عندكم لامبارفي دو لانديكاتيف، وهذا نستعملوه في القصص، نستعملوه للوصف. كي نروح نوصف انا في القصه تاعي حنستعمل لامبارفي، على بها حطوه لكم مع القصص، مع لي كونت. ومن بعد واش عندنا؟ عندنا لي مو اي لي زيكسبرسيون كي انديك لا سويت دان كونت. هنا واش داروا لكم؟ هنا داروا لكم لا فورمول دوفيرتور. هنايا واش داروا لكم؟ داروا لكم لي مو اي لي زيكسبرسيون كي انديك لا سويت دان كونت، معناها الكلمات والعبارات التي تدل على تكملة للقصة. واش معناها؟ معناتها عندكم الديبيو تاع القصة، ومن بعد عندكم احداث، ما يبداو الاحداث. Il était une fois un prince ou là dans un pays lointain, etc. etc. Ou on bat au soudain. Kalimat soudain hadia, c'est un mot qui indique la suite d'un conte. Un jour aidan. M'foum hadia. N'kamlo, on bat adna le vocabulaire du merveilleux. Le vocabulaire du merveilleux, m'intéresse de l'ouraoui ou la kalimat. من معنى تاعها نعرف بلي راني نهضر على ان كونت ميرفيو، معناتها خيالي. باغ اكزومبل كي نقول لكم اون في، كي نقول لكم اون في، كي نقول لكم باغ اكزومبل اون باغيت ماجيك، العصا السحريه، هادو ما يكزيستيوش، غير موجوده في الحقيقه. نسموه ان كونت، نسموهم لو فوكابولير دو ميرفيو.
Par exemple, le monstre se transforma en un prince charmant ou la hagda. C'est un vocabulaire du merveilleux. Le monstre, mais il a émir. Le monstre, c'est un monstre ou émir. L'adjectif qualificatif, comme tu as sefa, le complément du nom, arfto senalmandia. Comme le passé simple, là où je dis, ou bien qu'au sein, ça, le passé simple. Alors, premièrement, parce que le passé simple, il se termine à l'écrit, il se termine à l'écrit, il se termine à l'oral, mais il ne se le passé simple, il se termine à l'écrit, il se termine à l'écrit, ça, c'est على بها ما نحبوش بزاف انا، لكن لازم تقراوها. علاش؟ لانه كاين البعض اللي رايحين يروحوا تخصص باغ اكزومبل لغه فرنسيه ولا ليتيراتور، يقعدوا يكتبوا الادب الفرنسي. لماذا؟ لازم لهم هذا لو باسي سامبل. كاين اللي يحن يكتبوا دي كونت، كي يكبروا يولوا يكتبوا قصص خياليه ولا هكا دي كونت اي تو، لازم لهم يعرفوا لو باسي سامبل. اذا انتم لازم تعرفوا، داكور؟ ومن بعد عندنا هنا لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف. هنا ربط لادجيكتيف اون جون اي اون نومبر. اون جون اي اون نومبر معناتها مؤنث مذكر ولا مفرد وجمع، ما كاش مثنى في اللغه الفرنسيه. نروحو سيكونس 3 لهنايا. واش عندنا؟ عندنا لي فورمول دو كلوتور دو كونت. لي فورمول دو كلوتور، كلوتور معناتها غلق، معناتها ختم، خاتمة تاع الخاتمة تاع القصة. لي فورمول سهلين، لازم تعرفوهم تحفظوهم. باغ اكزومبل يقول لك دوبي سو جور، من ذلك اليوم عاشت العائلة في سعادة. مفهوم؟ هذه واش معناتها؟ ومن ذلك اليوم، دوبي سو جور، ايت انسي جو كوا. عندنا عدة هكا دي فورمول لازم تحفظوهم، بل تكون يعني هي منها نفهم انه القصة تاعي خلاصت، راني في الخاتمة. هذا واش معناتها لي فورمول دو كلوتور دو كونت. رايحين يعني رايح انتبهوا ان تلاحظوا انه في لا سيكونس الاولانيه حيقولوا لكم مقدمه القصه، في لا سيكونس الثانيه يقولوا لكم الوسط معناتها الاحداث التتمه او التكمله تاع القصه، وفي لا سيكونس الاخرانيه يعلموا لكم كتابه خاتمه للقصه. مفهوم؟ جميل. عندنا لي سوبستيتو ليكسيكو، كنتو شفتوهم العام اللي فات. لي سوبستيتو ليكسيكو غراماتيكو. غراماتيكو معناتها الضمائر، لي سوبستيتو معناتها البدائل، نقدر نقول البدائل معناتها لتفادي التكرار نحط كلمة أخرى. ما نقدرش نقول غير لو برانس لو برانس لو برانس، نقدر نبدلو بإيل، سي ان سوبستيتو غراماتيكال. نقدر نقول باغ اكزومبل ليغيتيي، l'héritier معناتها الوارث، نهضر على هذاك لو برانس. l'héritier c'est un substitut lexical، داكور؟ معناها كي نبدلها بكلمه باسم اخر راح تكون substitut lexical، وكي نبدلها بضمير راح تكون substitut grammatical. من بعد عندنا لو باسي سامبل تكمله، لانه في الاول لهنا قرينا نقراو غير برومي جروب دوزيام جروب، بعد هنا نديرو ترويزيام جروب ونديرو اتر اي افوار. ومن بعد عندنا لي زوموفون غراماتيكو. هوموفون معناتها متماثلات الصوت، نطقا نفس النطق لكن كتابة والمعنى ماشي كيف كيف. سهلين لي زوموفون، سهلين كيما سون اي سون. سون تاع تاع لو فيرب اتر، سون تاع لادجيكتيف بوسيسيف. مفهوم؟ ومن بعد واش عندنا لهنايا؟ عندنا في البروجي نيميرو 2 فيه غير دو سيكونس، بروجي الاول فقط اللي فيه 3 سيكونس. سهلين والله، دروس سهلة والنصوص تاعها ممتعة، لهذا ما تخافوش. مفهوم؟ مع أنا حنعاونكم بإذن الله بالنماذج، ما تخافوش. نكمل. ومن بعد واش عندنا هنا في بروجي نيميرو 2؟ عندنا شوفوا لاحظوا حتى النصوص هايلين. لان اي لو شيان، الحمار أعزكم الله والكلب أعزكم الله. مفهوم؟ عندنا هنايا الدروس هي لي فيرب انتروديكتور دو بارول. انتروديكتور دو بارول معناتها سي ان فيرب كنحطو نعرف باللي بعد منه كاينه كلام قالو لو سوجي هذاك. باغ اكزومبل نقول لكم لو روا دي، لو فيرب دي هذاك سي ان فيرب انتروديكتور دو بارول. باغ اكزومبل نقول ديكلار ولا ديكلارا، لو فيرب ديكلاري سي ان فيرب انتروديكتور دو بارول. Murmure, introducteur
de parole. D'accord? Hadouma, les verbes introducteurs de parole, ماشي كامل واعرين, ماشي حاجة extraordinaire ou la حاجة science-fiction, ou là, سهلين. Wallahi, سهلين. عندنا la ponctuation dans le dialogue. La ponctuation dans le dialogue qui m'a les guémi. Hadouk, hakda. Mousdawijet, hadouma. Qui m'a par exemple les deux points hadou. Par exemple, le roi dit, les deux points, les guillemets, ou nous d'a, le tirer. Nous avons un tiré, ou nous avons le hiwar hadak. D'accord? Hadouma, ouchmanaha, la ponctuation dans le dialogue, t'as le hiwar. Nous avons un tiré, nous avons le nadifa. Hakada. Nkemlo. On va dire les valeurs du présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, les valeurs, le vraiment le présent. Il a le présent de vérité. D'accord? عندنا لو بريزون دو لانديكاتيف ساهل. واش عندنا تاني لي زادفيرب دو مانيير كوراجمون دوسمون كوراجوزمون واش تاني هادو لي زادفيرب دو مانيير واش عندنا او كيفاش نصيغوه كنتو قريتوها العام اللي فات هذيك كنتو قريتوها تحولوا لو نون تاعكم للفيمينا تجيبوا لادجيكتيف لادجيكتيف تحولوه للفيمينا ومن بعد الفيمينا هذاك زيدوا له مون ولا امون داكور هذا راهو سهل جدا وقريتوه السنه الماضيه في الاولى متوسط نروحو الى سيكونس 2 عندنا لو ليكسيك دو لا بوند ديسيني لو ليكسيك دو لا بوند ديسيني سنوريكم لهنايا اون بوند ديسيني واش معناها سنو نشوف بي دي بوند ديسيني معناتها بهذا الشكل هذه يا باغ اكزومبل سي اون بوند ديسيني هكذا مفهوم هذه بوند ديسيني لو ليكسيك معناها وقتاش نحط لي بول هادوك هدايا وقتاش كاين اللي باغ اكزومبل فيها هكذايا متقطعه معناتها سي اون بونسي ولا سي ان ريف ولا وليد كي تكون هكذا موصوله معناتها راهي تهضر معناتها الصوت راهو يخرج لكن كي تكون متقطعه هكذا معناها سي اون بونسي ولا سي ان ريف معناتها حلم مفهوم هذا واش معناتها بون ديسيني سنا نشوفوا لك كاينه واحده اخرى بون ديسيني هنا تكون في اخر السنه باذن الله تقراوها هدايا بون ديسيني عندكم لا بلانش عندكم سنا نشوف هذا ايضا راهو بوند ديسيني هنايا هادي باغ اكزومبل بوند ديسيني هادي سي اون بلانش بلانش دو بوند ديسيني عندنا لي فينيت عندنا لي بول عندنا لي بيرسوناج عندنا لي بارول اللي كتجول داخل داكور وعندنا لي زونوماتوبي داكور les onomatopées. Les onomatopées qui me hagda par exemple, qui ont un son sec, toc toc, ou la ring ring, une son, la sonnette, ou là. D'accord? Hada ou shmanta, bon dessiné, hada vraiment, vraiment chiyika. Comme l'eau, n'aoudenou l'eau, afouan, n'aoudenou l'eau, n'arana, n'aya. واش عندنا عندنا لي تيب دو فراز كلكم تعرفوا لي تيب دو فراز عندنا 4 تيب دو فراز وعندنا دو فورم لي تيب دو فراز ديكلاراتيف انتروغاتيف اكسكلاماتيف امبيراتيف هادو هما لي 4 تيب دو فراز وعندي دو فورم عندي نيجاتيف وعندي افيرماتيف اون فراز نيجاتيف وون فراز افيرماتيف هنا لي تيب دو فراز تعرفوها لو فيتور سامبل دو لانديكاتيف سهل جدا وتعرفوه le futur simple des verbes particuliers li tbedlo عندنا des verbes particuliers li ma هذوك اللي ما نقدروش نطبقوا عليهم القاعده ومن بعد واش عندنا سيكونس الاخراني البروجي الاخراني دير اون ليجوند الاسطوره عندنا
La nominalisation à base verbale, معناها يكون عندي un verbe, نرجعو un nom, en ajoutant le suffixe asion ou man ou h, ou هذا درتوه, درتوه العام اللي فات, درتوه سنة خامسة أيضا, كان عندنا درس كيما هذا. معناها لاحظوا أنها دروس يعني راهي تتكرر, راهي تتكرر. واش عندنا أيضا, هذا أيضا درتوه العام اللي فات, شفتوا له لو برونون غولاتيف كي, ولا شفتوا عليه درناه كي. ومن بعد عندنا لو باسي كومبوزي درتوه العام اللي فات. ومن بعد عندنا لي زوموفون, لي زوموفون كنت قلت لكم باللي كل خطره واش يمد لكم في لي زوموفون, هي كلمات عندها نفس النطق, اومو معناتها متماثله, فون معناتها الصوت, فقط متشابهه في الصوت, لكن كتابه وفي المعنى وفي الاستعمال تاعها مختلفه. مفهوم؟ سامحوني بك دقيقة. ومن بعد ونروحوا الآن, نروحوا إلى لا ديرنيير سيكونس من البروغرام, من البرنامج تاع اللغة الفرنسية. عندنا لي زانديكاتور دو ليو, تعرفوهم, مؤشرات المكان. عندنا لو برونون غولاتيف او, يدل على المكان أيضا. وعندنا لو بلوس كو بارفي دو لانديكاتيف, هنا راهو تصريف جديد, عندنا هنا عندنا زمن جديد. بون عندنا لو بريزون دو لانديكاتيف, عندنا لامبارفي, عندنا لو باسي كومبوزي, عندنا لو باسي سامبل, عندنا لو فيتور سامبل, وعندنا لو بلوس كو بارفي دو لانديكاتيف. يشبه شويه هذا, يشبه شويه لو باسي كومبوزي, برك لي زوكسيليير اتر يافوار ما نكونجوغيوهمش او بريزون, داكوغ, نكونجوغيوهم في لامبارفي, سي لا سول ديفيرونس. طبعا وتداعيات الاستعمال تختلف. وعندنا هنا لاكور دو بارتيسيب باسي, بما اني قلت لكم هنا عندنا يشبه لو باسي كومبوزي, يشبه له, دونك عنده ان بارتيسيب باسي, عنده لوكسيليير اتري افوار وان بارتيسيب باسي. ومن بعد الدرس اللي بعد منه مباشره راح تتعلموا لاكور معناتها ربط لو بارتيسيب باسي تاعو, راح يكون تقريبا كيما لو باسي كومبوزي, داكور, تقريبا كيما لو باسي كومبوزي. فقط هذا هو البروغرام تاعكم. اغلب الدروس 70% 80% معاده, 80% من الدروس شفتوها في السنه الرابعه ابتدائي, شفتوها في السنه الخامسه ابتدائي, وشفتوها في الاولى متوسط. ونزيد نقول لكم حتى هذا الدروس حتشوفوها العام الجاي واللي بعده, حتى التيرمينال, حتى التيرمينال تتعاود تتكرر بعض الدروس, حتعاودوا تلقاوها في كل سنه, داكور, حتعاودوا تلقاوها في كل سنه. لهذا لازم يعني لازم تركزوا, لازم تركزوا باش تمكنوا من هذا الدروس ويجوكم سهلين. مفهوم؟ فقط هذا هو. واش عندكم, عندكم نصوص رائعه جدا, شوفوا معايا لهنا باغ اكزومبل, عندكم نصوص رائعه. هذا نص منطوق هذايا, جو ريغارد لي ايماج جو دي سو كو جو فوا, هذا تعبير شفوي, يعطوكم هاد لي ايماج وانتم تعبروا واش راكو تشوفوا. عندكم هذا النص هذا هايل, هذا هذا ان بوشون اونيت, وعندو تكمله تاعو هنايا نون لوان هنايا, استنى نشوفو كاينه التكمله تاعو على ما اعتقد كلكو بار هنايا, كلكو بار والله لا ادري اين كاينه التكمله تاعو. ايضا هنا لو بوشون اونيت, الحطاب الشريف, اونيت اونيت, مفهوم. والله نصوص رائعه هايله, انا عجبتني, انا شخصيا عجبتني هذه النصوص. فقط واش ثاني تحت نقول لكم, بالنسبه للسنه الاولى متوسطه لهم معايا, نوري لهم من يلقاو الدروس اللي راهم معنا اولى متوسط, شوفوا من تلقاو الدروس حاب الاولى متوسط, تروحوا لهنا بلاي ليست, هنا راكم في قناه تعليمكم, تروحوا هنا البلاي ليست, ها هي هنايا تلقاو كلش, تاريخ الاولى متوسط, جغرافيا, لغه انجليزيه, لغه فرنسيه 23 فيديو, لغه انجليزيه, لغه عربيه 18 فيديو, رياضيات 31 فيديو,
علوم 16 فيديو، فيزياء 17 فيديو، هنا لغة إنجليزية أيضا 18 فيديو، دورة الإعراب كانت 2 فقط. ومن بعد هنا تلقى سنة 5 اللي راهم معنا سنة 5، ها هم البلاي ليست تاعهم، تدخلوا لهنايا تلقاو نماذج اختبارات الخاصة بكم، ها ملي تلقاو كل يعني راهي منظمة راهي مرتبة. حتى سنة الرابعة راهي موجودة هنا، ها هي سنة الرابعة الفصل الثالث هنا راكو تشوفوا فيها، راهي مرتبة حسب الفصل. هنا اختبارات الفصل الأول كلها راهي موجودة، راهي منظمة في قوائم، مفهوم؟ هنا فيما يخص القوائم والفيديوهات وين تلقاوها. الآن شوفوا معايا، ها هو اللايف تاعنا، ها هي التعليقات تاعكم، راكو تشوفوا التعليقات تاعكم. شوفوا باغ اكزومبل كي تشوفوا هكا تعليق ما يعجبكمش، شوفوا واش ديروا من فضلكم. مثلا انا ما عجبنيش التعليق هذا اللي فيه الموس، هدايا ما عجبنيش، هذا فيه لاغريسيفيتي، فيه عنف، اضغطوا عليه هكذا وديروا سينيالي، ولا ديروا بلوكي، ديروا سينيالي. لو كان كلكم تسينياليو بهذا الشكل هكذا تسينياليو، نقول باغ اكزومبل فيولون هنايا انسيتاسيون ا لا هين او ايماج فيولونت، ندير هكذايا وندير سينيالي، نقول اوكي هاني سينياليتو، مفهوم؟ كي تشوفوا تعليق ما عجبكمش لازم نحوزوا كل شخص ما عندوش علاقه مع التربيه والتعليم، نحوزوه، مفهوم؟ بهذه الطريقه كل واحد فيكم يشوف تعليق ما عجبوش، تخيلوا 200 واحد راهو على المباشر، 200 واحد يدير سينيالي، يدير سينيال ذلك التعليق، اكيد اليوتيوب ما تخليهش يدخل عندنا، مفهوم؟ ديروا بهذا الشكل باش يكون عندنا عام الجاي ان شاء الله يكون منظم، نكونوا غير حنا اللي حابين ننجحوا في حياتنا، هادو اللي حابين يخسروا في حياتهم يخسروها عليكم، هادو دير لهم سينيال، مفهوم؟ يا شكون دوك نقول لك، شكون سهيله هواري، شكرا. بارك دعاء، شكرا. من سينياليش، من سينياليش اللي ما يديرش تعليق خارج نطاق التغطيه، من سينياليش اكيد لازم، يعني التعليق تاعكم لازم يكون محترم، لازم يكون في المجال، ما ديروش تعليقات خارجه عن الموضوع وتعليقات مسيئه. كي تشوفوا تعليق مسيء ديروا كما درت لكم انا الان، مفهوم؟ الان وين كاين تعليق مسيء روحوا مباشره وديروا له سينيال. كي يكون سينيال واحد معناها هذا باين بلي راهو داروا زكاره، داروا ما داروش او اخطا في, 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 في التعليق. لكن تخيلوا لو كان هذاك التعليق 200 واحد دار عليه سينيال، معناها فعلا اليوتيوب راح يقول نعم فعلا هذا التعليق راهو مسيء، مفهوم؟ نديروا هكذايا، نديروا هكذا، واي تعليق تشوفوه مسيء من فضلكم سينياليوه بهذه الطريقه. مرحبا انا رؤى هنا من الجزائر ببرج بوعريرج، اهلا يا رؤى، اسم جميل جدا يا رؤى. ريتاج زاغا، اذكري اسمي بليز، انا ذكرت اسمك حبيبتي، مفهوم؟ وين تلقاو هكذا تعليق مسيء؟ فايزة بنمارة، اهلا. سينيالي، ونقعدوا غير حنا بيناتنا، حنا تلاميذ تعليمكم اللي افتخر بهم، هما فقط اللي حبيت يبقاو معايا في القناة. جميل جميل. الان شوفوا واش ديروا لي، غلقوا التشات بهذا الشكل، وضغطوا على صندوق الوصف بهذا الشكل، وضغطوا على الرابط الموجود في صندوق الوصف، وديروا لي فيه دعم لهذه القناة من فضلكم. عاود خرجت هنا، آسفة. ها هو القناة، ها هي القناة هذه رائعة. لماذا القناة هذه رائعة؟ لأن بكل بساطة تقدم لنا حلول لمشاكل يومية مع الـ مع الهواتف تاعنا، مع اللوحات، الايباد مثلا، مفهوم؟ تعطينا حلول لمشاكل ممكن انها تصادفنا يوميا، تلقاو الحل هنا. لهذا مهم جدا تكون ضمن التطبيقات اللي راكم مشتركين فيها. يلا ديروا لها دعم، ديروا جيم لهذه القناة، ديروا الجرس، فعلوا الجرس، وديروا تعليقات نحن من تعليمكم، وان شاء الله حندير لكم نفس الفيديو، نشوفوا فيه كتاب اللغة العربية، كتاب العلوم، بالكتاب حتى نكملوا كل الكتب، ونشوفوا شو يسنى فيه.
متمكنة في الثانية متوسط. وما تخافوش، أنا اللغة الفرنسية هذا البرنامج متمكنة منه 100% والحمد لله، رح نعاونكم فيه. جميل، شكرا لكم، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.